14 عاما قضاها أبو سجاد موظفا بعقد مؤقت، هي خدمة أغلب موظفي العقود في قطاع الكهرباء في البصرة. منذ 6 أشهر لم يستلم أي أجر يذكر. إهمال مطلبه وزملائه بالعمل بتحويلهم إلى موظفين دائمين وتأخير صرف الأجور دفعهم لغلق دوائر مهمة تابعة لوزارة الكهرباء احتجاجا على إهمال قضيتهم. احنا عقود صار لنا 14 سنة احنا نداوم بالكهرباء، وهاي الخطورة والأذية وتعرف بعد الجو الحار والمطر وهاي كلها على روسنا، احنا متحملينها من ذاك اليوم هاليوم لحد الآن ما حد ملتفت لنا نهائيا. رواتب صار لنا 6 أشهر ما مستلم راتب 6. تناط مهام أساسية لموظفي وعمال العقود، منها صيانة المحطات وتصليح الأعطال في محولات الكهرباء والخطوط الناقلة. تلك مهمات تنطوي على خطورة بالغة تفضي أحيانا إلى مصرعهم ولا حقوق لهم بعد موتهم أو إصابتهم بحوادث. وجاي نطالب بيدنا مسؤول من المنطقة الجنوبية أو من دائرتنا أنه يطلع ويقول يا بعانة راح أرفع مطالبكم. ماكو اليوم إحنا شنو اللي نطالبه؟ إحنا عندنا كتاب حاليا مرفوع من وزارة الكهرباء إلى مكتب رئيس الوزراء بتعيين 8,742,000 درجة 42 درجة وظيفية اللي مر على خدمتنا أكثر من 14 سنة. أنا هسه لا سلفة لا عقد لا راتب، كل حقوق ما عندي، صار لنا 12 سنة كل حقوق ما عندي. وإذا تعرضت الحوادث كل شيء ماكو. هاي إحنا منطين 210 شهيد بس البصرة 107، أي حقوق ما عندهم، أي راتب تقاعد العوائلهم ما عندهم. يتقاضى موظفو العقود أجورا لا تتجاوز 200,000 دينار شهريا، أي ما يقرب من 130 دولارا، وهي مبالغ لا تغطي احتياجاتهم الشهرية، وهي أقل بكثير من معدلات الرواتب الحكومية. الاعتصام وغلق المؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء هو آخر الحلول التي اتخذها موظفو العقود للضغط على الوزارة لتنفيذ مطالبهم، متوعدين مسؤوليها بمزيد من التصعيد إن لم تلبى تلك المطالب. مازن الطيار، العربي، البصرة.